ناصر إنسان جميل. ناصر روحي حبيبي. شاب جميل ووسيم أيضا. إنسان يحب المزاح ويخلق جو جميل. شهم وأخلاقه عالية وهو كريم. أخوي الكبير يعني يذكرني بأخوي محمود. أحد عيوبه ثقته الزايدة، يثق في نفسه كثير. شاعر مجيد وله شخصية خاصة تعجبني فيه. لديه لغة عالية تحسن اللعب على المعنى فلا توصله مباشرة إلى المتلقي. شعر ناصر أقرب إلى ما يكون الماء، شفاف منساب وسهل التراكيب، عميق. شاعر جميل لكن كما قال الدكتور علي بن تميم أحيانا يهرطق. أنصحه حاور ثم حاور ثم حاور. يتخلى عن الكلاسيكية شوي، أنا ما بحبها يعني. ركز شوي مع درويش يا أبو الشباب. بالابتعاد عن الإغراق في مخاتلة المعنى. شعره ناصر بكرية قوي ولديه وبه وسامة لا يستطيع أي شخص أن ينكر ذلك. إحنا الاثنين تأهلنا بقرار اللجنة، وهو بثقته الزايدة يتوقع أنه راح يتأهل بقرار اللجنة، لكن أنا الحين أوجه كلامي لناصر، لا تستهين في هشام. أنا بقول له مش كل مرة يعني تسلم الجرة، دير بالك. ناصر، إذا ناصر في اتهامات يا أخي، في اتهامات بالهرطقة وشي عم يقولوا إنك مغرور وشايف حالك، بس في كلام جميل جدا قالوا عنك كريم، بالظاهر عامل لهم شي عزيمة. يعني لا أشكرهم، يعني أشكر الذين شكروني والذين قالوا كلاما جميلا، وأعتذر لكل الذين يعني ربما أسأت إليهم ودون أن أدري. حاسس بصدق، يعني طالما عم يحكوا عن الثقة بالنفس، حاسس بصدق إنك رح تتأهل اليوم بقرار اللجنة؟ لا، مسألة التأهل أنا أراهن على نص جيد فيما أعتقد. طبعا اللجنة لها معاييرها، وشعراء أيضا الذين معي شعراء جيدون ولا يستهان بنصوصهم، وإحنا في كل الأشياء كنا نمازح بعض فقط. إذن يا ناصر، نحن كما قالت ليندا بانتظار اللغة العالية في الشعر عندك، فلنسمع بالتوفيق إن شاء الله. طاب مساؤكم. نبوءة في الحرب كما في أيام الحرب الأخرى، يساقط ذعر الشعراء وآلهة الكلمات المنفوخة، لا يبقى في العالم غير غراب وتراب وقابيل بلا معنى. ضيعت كفها الخطوط وضاعت، والنبوءات شلها الالتواء. أي عرافة ستنبئ وجهي برؤاها وقد براها العماء؟ كلما الضوء جس مني فراغي، جف ذكري وخانني الإصغاء. خرج الظل من سديمي وأقعى، وترامى على الشفاه الخواء. كلما صرتني يداي استدارت، وروتني الرواة والأنبياء. كفر الحرف، كفر الصوت، كفر الغيب بيننا حين متنا، واستحالت شفاهنا ما تشاء. شكرا. تستحضر لحظة شعرية فائقة يا ناصر، عندما تحدق في مصير البشرية وأنت تتحدث عن نبوءات العرافين، ترصد بعيني العرافة مشهدين عجيبين. المشهد الأول هو مشهد النهاية، عندما لا يبقى في العالم سوى تراب وغراب وقابيل بلا معنى، لأنه
لن يظل حتى يسعد بإفناء أخيه في كارثة نووية، لن يظل أحد، وكأن الإنسانية وكأن الأرض سوف تعود حينئذ على بدء، تلتحم النهاية ببداية الوجود الأول. هذه لحظة شعرية تجسدها بكلمات مقتصدة بسيطة قوية جميلة مغسولة تماما. لكن القفزة الثانية هي قطعة شعرية عمودية فيها مس خفيف بلهب الحداثة، تستدير حول المواقف، ويكاد المستمع وربما القارئ حتى عندما يقرأك لا يدرك شيئا، لأنك تلفها بالغموض والإبهام. مثلا أجمل صورة أعجبتني منها عندما تقول: حتى يخرج الظل من السديم ويقعي. اجتهدت كي أتصور كيف يخرج الظل وهذا الظل يقعي. صورة طريفة تحاول أن تقول أشياء عميقة بإشارات بليغة يا ناصر، وبالحوار بين شكلي الشعر في المقطع الأول والثاني وببعض المواقف التعبيرية، لكن نفسك لابد أن يتسع أكثر من ذلك، واستثارتك جذبك لانتباه الجمهور حتى يستمرئ شعرك جماليا مطلوب منك أن تبذل جهدا أكبر. موفق يا ناصر دائما. أخي ناصر، كان عليك في الواقع لزاما أن تلتزم بالمعايير وأنت لم تلتزم بها، هذا أولا. ثانيا أدعوك أن يعني تركز كثيرا على إيقاعات القصيدة وعلى الهنات التي تعرضت لها القافية بشكل عام. حينما تبدأ القصيدة فتقول: في الحرب كما في أيام الحرب الأخرى، في الحرب كما في أيام الحرب الأخرى. في الواقع هذه القصيدة أو هذا البيت يذكرني بقول أحدهم لأحد الشعراء، قال: والله لو أوقد الإنسان 1000 شمعة ليستضيء بنورها من أجل استنباط غوامض هذا البيت مع قلة الفائدة فيه لصعب عليه. هذه القصيدة في الواقع أنا لا أستطيع أن أصفها بأنها قصيدة، هي خاطرة تقوم على النبوءة والرد عليها، وليس في القصيدة نبوءة تستحق الرد. تتميز هذه الخاطرة إذا انتقلت أيضا من الشعرية للنثرية بأنها من نثرية الحديث الدارج. أخي الكريم شكرا لك. شكرا لك ناصر، مساء الخير. مساء النور. عجبني العنوان النص هذا نبوءة، ولو أنا في هذه الحلقة أحاول أن أقرأ بعض العناوين بالإجراء التداولي. النبوة تعني تنبؤا بالمستقبل واستشراف للزمن البعيد. النبوة تعني قيمة دينية وروحية عظيمة تمثل أسمى مقامات الوصال بين الأخيار من العباد وربهم. النبوة تعني رسالة شعرية تزدجى لمن يتذوقون جمال الشعر. أيضا تعني رسالة ميثاق بين نورانية الخير وظلامية الشر. في قصيدتك تكثيف شديد للغة، وكأنك تريد تحميلها على قصرها هم البشرية كلها. فلكأن قصيدتك يا ناصر منسوجة من نفحات جرجرة، ومنمقة من ثلوج الشريعة، مكسوة بخضرة الشجر، وريا من ماء المطر. إنك لشاء، إنك لساحر الأنفاس يا ابن الأوراس. شكرا. شكرا. شكرا ناصر. والملفت أن هناك أيضا وجهات نظر متضاربة اليوم كانت بلجنة التحكيم حول قصيدة ناصر.